سعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه نستضيف رجل او سيده اعمال. معنا اليوم سيده الاعمال الجميله والمميزه مدام هنادي من باتشي إلوتشي. اهلا مدام. مرحبا. بدايه شكرا جزيلا لتواجدك معنا بالبرنامج، ونتمنى بدايه تعرفينا المزيد عنك وعن الصالون. معكم هنادي حمدان، انا مديره صالونات باتشي إلوتشي بالامارات. باتشي إلوتشي من اهم الصالونات المعروفه بالمينا ريجن، واللي بيتميز بخبرته الواسعه. حاليا صار عندنا فضول اكبر نعرف شو الخدمات اللي بتقدموها بالصالون اللي تميز فيها صالون باتشي إلوتشي. باتشي إلوتشي بيتميز بخبرته الواسعه، ان كان بمجال الشعر بنتميز بالتسريحات اللي دائما على الموضه وبالوان الشعر المميز كثير، وكل المنتجات اللي بنستعملها دائما عندها جوده عاليه. واكيد بمجال الميك اب كمان بنتميز بالميك اب تبعنا للعرايس ولكل المناسبات، وعندنا قسم للضفير واكيد للفيشل. جميل جدا. طيب بعد النجاح الرائع اللي حققته، شو خططكم المستقبلية وشو الرؤية المستقبلية للصالون؟ أكيد خطة باتشي إلوتشي إنه يكون عنا صالونات بكل إمارات الموجودة بالإمارات. سو نحن حاليا موجودين بأبو ظبي، بدبي، برأس الخيمة وبالشارقة، وعنا خطة إنه نتوسع أكثر وأكثر. إن شاء الله أتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح وتوصلوا للعالمية يا رب. مدام هنادي، في ظل المنافسة الشديدة بالإمارات أكيد صالون باتشي إلوتشي كان له بصمة مميزة في المجال، شو سر النجاح وشو اللي يميزكم عن بقية الصالونات الثانية؟ اللي بيميزنا طبعا الاشخاص اللي بيشتغلوا معنا، يعني الموظفين البي باتشي إلوتشي بيميزهم انه عندهم خبره واسعه وبيعملوا كتير تريننجز ليصيروا عندهم قدره انه يساعدوا اي مره تحصل على اللوك اللي بناسب شخصيتها، اللي بناسب شكل وجهها. بنقدر نعطيها دائما نصيحه بمحلها. مدام هنادي، من خلال خبرتك الطويله في مجال البزنس وفي مجال الصالونات وتواجدك احد سكان دوله الامارات، شو نصيحتك لاي حد عنده طموح ياسس عمل الخاص واستثماره الخاص في الدوله؟ برايي الامارات هي بلد الفرص، وهي اكثر بلد منظمه ليقدر الانسان يفتح فيها بزنس وينجح. فانا اكيد بشجع كل انسان عنده فكره مميزه انه يجرب حظه يفتح بالامارات، واكيد ما راح يندم. وانا بدوري اكيد بحب اشكر دوله الامارات على الفرصه اللي قدمت لنا اياها انه نكون موجودين بهيك بلد ونثبت نجاحنا. بالنهايه بنشكرك مدام هنادي على تواجدك معنا ببرنامج، ونتمناك تخبرينا وتخبري جميع المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون. للتواصل مع الصالون موجودين اكيد نحن على انستغرام، والصفحه لكل فرع لها رقم، سو ممكن تتواصلوا على الارقام الموجوده على انستغرام. شكرا مره ثانيه، بنتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. شكرا. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.